يا سامر. هذا النشاط اليوم هو محاولة من طرف التنمية الاجتماعية لمساعدة الأسر في تعزيز فرص ومساهمة مع أبنائها الطلبة في ظل حالة التعليم الإلكتروني ومنصة التيمز بسبب الجائحة اللي داهمتنا في فلسطين. ارتأينا انه بعض الأسر كبيرة العدد واللي فيها اكثر من طالب وقد يكون من الصعب على الأسر الفقيرة انها تأمن هاي الأجهزة كافة لكل أبنائها. نحن قمنا وبدعم من صندوق وقفة عز قمنا بهاي المبادرة بدعم هاي الأسرة بجهاز تابلت وبما يسهل ويمكن الطلاب من البقاء على تواصل مع المنهاج الدراسي والمسير التعليمي.